مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. معي الان فنان تشكيلي، ربما كاينين الناس اللي غادي يعرفوه وكاينين الناس اللي الله غادي يتعرفوا عليه. هذا السيد اللي عاش ايام الزمان الجميل اللي رفقت مجموعه من الفنانين التشكيليين اللي تباعوا الصور ديالهم باثمنه خياليه وبقاو الاسماء ديالهم في اذهان كل من يحب الفن التشكيلي لا داخل ارض الوطن ولا كذلك خارجه. هذا السيد حتى هو تعلم منهم وخدم الناس واصبح فنان ويقدر انه يدرس ويعلم الشباب الفن ويعلمهم يعني حتى الصباغه ديال الباطيمون، يعني بزاف ديال لي كومبيتونس عند هذا السيد اللي محتاج انه اللي يوقف معاه واللي يكون معاه باش يقدر هذا الشيء اللي هو تعلم ودوز فيه حتى شاب راسه باغي يعلمه للشباب يلا جايين وعندهم حب كبير لهذه المهنه ولا عندهم هذه الهوايه في الدم وفي العروق ديالهم. هذا السيد اليوم كيعيش ظروف جد صعبه لانه يعني فنان ولو انه حب وعشق الفن ديالو، ولكن نقدروا نقولوا بين قوسين حتى الفن ما عطاهش الحق ديالو لانه حاليا كيعيش ظروف صعيبه خاصه بعد ما تم الهدم ديال المنزل ديالو في منطقه المدينه القديمه وسط العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه. وحاليا يعني خدمه ماشي شي حاجه رسميه، مدخول قليل، ظروف صعيبه، ولكن مع ذلك مقاتل مع الوقت ومازال متعلق ومازال متشبتش بالفن ديالو. هاك خويا مالك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك محمد. أنا كان الله يجزيك بخير. الله يجزيكم بخير. أنا بغيت نحكي لكم الظروف اللي عندي. راه استفدت في السكن الاقتصادي 4 سنين هذه بس استفدت، وكريت واحد المحل كنت كاري ب70 درهم على كاينه في الدار القديمه اللي رابت، وليت ساكن ب 1200 درهم. وهاد الايام هادي راه جمعت عليا 7 شهور ديال الكرا تيتسالى ليا مول الدار، والدار ديالي خاويه، وراه درت جميع المحاولات باش زعما اللي يسلفني ما لقيتش اللي يسلفني، وانا ما استطعتيش اي باش نخلص، والبنكة ما تقبلنيش حيت كبير في العمر، عندي 67 عام زيد في 58 يلا دخلت 67، وبغيت انا نكون اسره متجوج غير على الحياه كلها كانت عندي سميتو كان السكن غير لائق والى اخره، ما استطعتش باش نتجوج، فانا بغيت نكون اسره وبغيت ودابا ومعايا واحد السيده اختي داخله معايا في هذا السكن ديال الاستفاده، ساكنه مع واحد الدري خويا وراه مسكينه محروجه حتى هي وكتنقل ما بين الاخوات والاخ ديالي، وبغيت نفرحها ان شاء الله حتى هي، بغيت ان شاء الله وشي محسنه وكيخلصها ليا ولا على الاقل يسلفني ولا الله يجازيكم بخير. هذا هو الطلب ديالي. حتى في البنكه ما بغاش تكريم؟ حتى انا حيت كبير في العمر ما قابلانيش البنكه، وحتى انايا ما قابلاش لان ما ماشي في استطاعتي وما بغيتش الريبه في نفس الوقت، هذا هو علاش. دابا راه باقي كنقلب وباقي كندير محاولات، وحتى هاد الناس هادو الله يجازيهم بخير اللي عطاونا هاد الفرصة باش نهضرو معاكم، راه ثلاثة المرات وأنا تندير نداء باقي ما جابش الله، وتنتمناو الخير في الله وفي المحسنين اللي كاينين في البلاد ديالنا، البلاد الشريفة اللي فيها ناس محسنين وناس طيبين، الله يجازيكم بخير. أنا دابا راه الطلب ديالي ما كرهت شي واحد يخلصها ليا، وهالاستفادة ديالي ها هي. نعم 0649 0070 58. شكرا. ندير